بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على حبيبي رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، كنا قد تحدثنا في المرات الماضية حول التفريق ما بين الزوجين، واتفقنا على أن التفريق قد يكون بإرادة الزوج ونسميه طلاقا، قد يكون بإرادة الزوجة ونسميه خلع أو مخالعة أو افتداء أو طلاق مقابل إبراء، كل هذه أسماء للمخالعة، وممكن وقد يكون بحكم القاضي، وسنأتي على الحكم أو الطلاق أو التفريق بحكم القاضي فيما بعد بإذن الله تعالى. كلامنا اليوم حول الخلع أو الافتداء أو المخالعة أو الطلاق مقابل إبراء. يعرف الطلاق مقابل إبراء بأنه هو مفارقة الزوج زوجته مقابل عوض مالي تدفعه له. يعني إذا أرادت الزوجة أن تترك زوجها ووجدت أن الحياة الزوجية من الصعب أن تستمر، فتقوم الزوجة بدفع مبلغ مالي لهذا الزوج مقابل أن يطلقها. وإحنا اتفقنا أنه من يريد التفريق ما بين الزوجين هو من يدفع للآخر، فإذا الرجل أراد أن يترك الحياة الزوجية وأن يفارق زوجته يطلقها ثم يدفع لها كامل المصاريف، يعني بيدفع لها المهر وبيدفع لها نفقة في أثناء العدة وكامل الحقوق المالية. طب إذا الزوج أرادت هي أن تفرق ما بينها وبين زوجها، هي تتحمل الأعباء المالية لأنه الزوج هنا في هذه الحالة متضرر. خلينا نشوف، فعرف الكتاب الخلع قال هو مفارقة الزوج زوجته مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة إلى زوجها. صورة المخالعة كما ذكرها الكتاب في صفحة 169 قال تتفق المرأة مع زوجها على المفارقة مقابل مبلغ من المال أو التنازل عن حقوقها كالمهر. يعني ممكن يتفقوا على المفارقة مقابل أن ترجع المهر له وأن يعني تسامح في التكاليف المالية والأعباء المالية المترتبة عليها. قد يتفق على أكثر من المهر، قد يتفق على أقل من المهر، بحسب الاتفاق ما بين الطرفين بتكون المفارقة ما بين الطرفين وبيكون الحقوق المالية المترتبة على الطرفين. طيب، قال تعويضا للزوج عما يلحقه من الخسارة بسبب المفارقة إذا خاف من التقصير بالواجبات الزوجية بالصورة التي ترضي الله تعالى. وهذا يعني في صورة المخالعة يظهر أنه لابد أن يكون هنالك سبب، فلا يجوز للمرأة أن تطلب المخالعة من غير سبب، وهذا سأتحدث فيه بعد قليل. لكن في عندي سؤال في هذه الفقرة، لو قلنا علل تدفع المرأة للرجل في حال المخالعة، لماذا تدفع المرأة للرجل في حال المخالعة؟ الجواب كما هو واضح في الصفحة، تعويضا للزوج عما يلحقه من الخسارة بسبب المفارقة. يعني هذا الرجل سيبدأ حياة زوجية جديدة، لابد له من أن يتزوج من امرأة أخرى، إذا هو بالتالي سيدفع للزوجة الأولى حتى يفارقها، ثم بعد ذلك سيدفع مهرا جديدا وأثاثا جديدا وتجهيزا جديدا للعروس الجديدة، وبالتالي سيكون هناك تكاليف مالية عالية وباهظة جدا. ما الحل في ذلك؟ أن تتحمل الزوجة التي أرادت المفارقة أن تتحمل هي التكاليف المالية في المفارقة من الزواج، ثم هو حر بيتزوج أو ما بيتزوج، هو حر ويتكلف التكاليف التي يراها مناسبة. هذا بالنسبة للفقرة الأولى اللي هي مفهوم المخالعة. الفقرة الثانية وهي حكم المخالعة، لدينا حكم واضح جدا كما تكلمنا في مسألة الطلاق، وقلنا أن الطلاق بدون سبب محرم، فكذلك المخالعة بدون سبب هي محرمة. عندي العبارة الأولى، يحرم على المرأة طلب الطلاق إذا كان من غير سبب. ممكن نحط عليها سؤال، بين حكم المخالعة إذا كانت بدون سبب. طبعا الجواب محرم، لا يجوز المخالعة بدون سبب. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، موجودة عندكم في السطر الثاني من الفقرة. إذن المرأة التي تطلب الطلاق لمجرد أنها تريد المفارقة لا سبب لها هي آثمة في ذلك. هل تقع المخالعة؟ نعم تقع، والطلاق واقع والفرقة واقع ما بين الزوجين، ولكن المرأة في هذه الحالة آثمة، كما تكلمنا بنفس الكلام عند الطلاق التعسفي، عندما قلنا أن الطلاق التعسفي يقع ولكن المرأة في هذا الطلاق لكن الرجل في هذا الطلاق هو آثم. كذلك المرأة إذا طلب الطلاق من غير سبب أو من غير بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي آثمة في هذا الطلاق. طيب، هل هنالك أسباب شرعية للطلاق؟ نعم، ذكر يعني لو حطنا سؤال قال بين الأسباب الشرعية للمخالعة، عندي سببين. الأول خوفهما من عدم وفائهما بما عليهما من واجبات. إذا وصلت الحالة أو العلاقة الزوجية ما بين الطرفين إلى
مكان مسدود، لا يستطيع الرجل أن يعطي زوجته حقها، ولا تستطيع الزوجة أن تعطي زوجها حقه. ففي هذه الحالة وصلنا إلى باب يعني لابد من التراجع لأحد الطرفين، إما الرجل أن يطلق وإما المرأة أن تطلب المخالعة، وبالتالي ننهي العلاقة الزوجية. وبالتالي إحنا كمان كما سيأتي في الحديث أنه إذا وصلنا إلى درجة لا تستطيع المرأة أن تعطي حق الرجل من العلاقة الزوجية، إذن لابد من المفارقة، وهذا واضح في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، إن لم تستطع العيش معه وكانت شديدة الكره له. إذا الكره والبغض من الأسباب الشرعية للمخالعة، يعني لو واحدة كرهت الحياة مع زوجها هل تستطيع أن تطلب المفارقة؟ طبعا إذا البغض والكره لم يكن سببا من أسباب طلب المخالعة، فأي سبب أوجه من ذلك؟ إذن الكره والبغض هو السبب الثاني المهم. قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ما هو الشيء الذي آتيتموه للزوجات حتى لا يجوز لكم أن تأخذوا منه شيئا؟ هو المهر. إذن مقصود الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكلام عن المهر. إذن أيها الأزواج لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتم الزوجات شيئا. إذن المهر لا يجوز لكم أن تأخذوا منه شيئا إلا في حالة واحدة. ما الحالة التي استثناها الله سبحانه وتعالى في الآية؟ قال: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، إذن الله تعالى يقول في الآية: لا يجوز لكم أن تأخذوا من المهور التي أتيتموها للزوجات أي شيء. ولكن في الحالة التي ترون فيها أن الحياة أصبحت لا تطاق، يجوز للرجل أن يأخذ المهر ثم يطلق زوجته إذا هي أرادت ذلك، يعني بموافقتها. وهذه الآية تدل على جواز المخالعة، أو هذه الآية كما يقال تدل على مشروعية المخالعة من القرآن الكريم، مشروعية المخالعة من القرآن الكريم، إذ إن الله سبحانه وتعالى قد أجاز للأزواج أن يأخذوا المهور واسترداد المهر بمقابل أن يطلق الزوجة، في حال خوف الطرفين من أن لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى في بيتهما، وأن لا يعطي كل واحد منهما حقه في هذا الزواج. هذه بالنسبة للآية الموجودة عندنا في صفحة 169. ننتبه لحديث في آخر الصفحة أقرأه ثم أشرح هذا الحديث، لأن بعض الألفاظ تحتاج إلى شرح. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. طيب، هذا الحديث بيتكلم عن حادثة مخالعة، أو أول حادثة مخالعة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت هذه الحادثة ما بين ثابت بن قيس وزوجته. بهمنا كثير أنكم تحفظوا اسم ثابت بن قيس، قد يأتيكم سؤال في الامتحان: من هو الرجل الذي خلع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته؟ فلابد من الانتباه إلى اسم ثابت بن قيس والتفريق بينه وبين شاس بن قيس اليهودي الذي فرق ما بين الأوس والخزرج، وتكلمنا عنه في الفصل الأول. هذه الحادثة، أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين. شو يعني لا أعتب عليه في خلق ولا دين؟ ثابت بن قيس رجل أجله وأحترمه وأقدره، رجل صالح في خلقه، ما رأيت منه سوءا. ثانيا في دينه كذلك، إذن هو محافظ على صلواته، محافظ على دينه وعلى إقامة أحكام الله سبحانه وتعالى في بيته وفي نفسه. إلا أنني، انتبهوا إلى اللفظ، قالت: أكره الكفر في الإسلام. شو يعني أكره الكفر في الإسلام؟ أنا بقول لكم، أكره الكفر في الإسلام، امرأة ثابت بن قيس كانت على درجة عالية من الأدب، فأرادت أن توصل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، من أحسن الناس خلقا ومعاملة، ولكنني أنا دخلت إلى الإسلام هربا من الكفر وهربا من النار. بقاء العلاقة الزوجية ما بيني وبين ثابت بن قيس تؤدي إلى أن أدخل النار. ما السبب في ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أعطي ثابت بن قيس حقه من العلاقة الزوجية، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى، في لغتنا في هذه الأيام، ما يسمى بالخيانة الزوجية. هو سيبحث عن شهوته وهي ستبحث عن شهوتها، وبالتالي سنصل إلى مرحلة كل واحد منهم يخون الطرف الآخر، وبالتالي سنصل في الآخرة إلى النار. لذلك كانت هي على أدب وخلق فقالت: يا رسول الله،
دخلت في الإسلام هربا من النار، فلا يكون هذا الزواج سببا في دخولي النار، ما الحل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بسيط، هل تردين عليه حديقته؟ شو قصة الحديقة؟ الحديقة هي المهر الذي كان قد دفعه ثابت بن قيس لزوجته. طب ما الأسباب التي دفعت إلى بغض زوجة ثابت لثابت؟ ليش ما لم تتقبله؟ يبدو أنه كان ثابت بن قيس رجلا دميم الخلقة، نقصد بدميم الخلقة أنه رجلا بشع. في بعض الأحيان يعني ورد في بعض الحديث قالت زوجته أنني كنت أعرفه إذا قدم الرجال. طب من إيش تعرفي؟ قالت كان أقصرهم، يعني هو دميم الخلقة في وجهه وهو قصير، وهذه يعني لا علاقة للإنسان بذلك، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لا علاقة لثابت بذلك. لذلك هي أثنت عليه ثناء عظيما في بداية الحديث وقالت لا أعتب عليه في خلق ولدي. وبالتالي يعني مسألة لعل، طب السؤال المطرح، طب ليش تزوجتي؟ السؤال الجواب على هذا السؤال أنه في بعض النساء تتزوج تقول أنا والله خوفا من ذهاب قطار الزواج أتزوج. طيب بعد ذلك بدا لها أنها لن تستطيع العيش معه، بغضت الحياة معه، كرهت الحياة معه. الحل في المخالعة. طيب شو نعمل في المخالعة؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ ترجعي له المهر؟ قالت نعم يا رسول الله برجع له المهر، ما عندي مشكلة في ذلك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس وقال له يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، طلقة واحدة. وإحنا زي ما عرفنا كما سيأتي معنا بعد قليل إنه المخالعة هي من صور الطلاق البائن بينونة صغرى، إذا هو الطلاق إذا وقع يقع طلاق بائن بينونة صغرى كما سيأتي معنا في الأحكام بعد قليل. إذا هذا الحديث ما دلالته؟ بنقول هذا الحديث بعد ما فهمناه بنقول مشروعية المخالعة بالسنة النبوية المطهرة، تمام؟ طيب، وقال أجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الطلاق مقابل أن ترد على زوجها ما أخذته من مهر إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تؤدي حقوقه، وهذا معنى الحديث الذي شرحته قبل قليل. ننتقل إلى أهم ما في هذا الدرس وهي الأحكام الشرعية المترتبة على مسألة المخالعة. في بداية صفحة 170 فوق ممكن نضع سؤال نقول ما هي أو أذكري أنواع المخالعة، ما هي أنواع المخالعة؟ نقول أنواع المخالعة نوعين، خلع رضائي وخلع قضائي، خلع رضائي وخلع قضائي، ولكل نوع من أنواع المخالعة له من اسمه نصيب. الرضائي يدل على الرضا والقضائي يدل على عدم الرضا. طيب شو القصة، شو الفرق بيناتهم؟ أول شيء الرضائي اثنين بيحملوا حالهم، زوجة بتقول لزوجها والله يعني أرد لك سامش يكون مش